ومع الآيات الكريمة من سورة سبأ من الآية 44 إلى نهاية الوجه آية 48. موضوع الآيات الكريمة ذكر الله تبارك وتعالى سبب العذاب، وهو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، ثم أنذرهم بما حدث للأمم السابقة. ثم تكلم الله تبارك وتعالى وبين عن الدعوة إلى التفكر العميق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل به جنون؟ هل يسألكم أجرا؟ كما في الآيات الكريمة ومع التكرار. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد
شديد ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب 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 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب